اه ده في ناس قالت دول هاجرت امريكا. ليه بقى؟ ما اعرفش. تفتكري ليه حد يقول حاجه زي كده؟ عشان ما اشتغلش طبيعي يعني. عرفتي مين اصلا اللي بيعمل كده؟ لا لحد لا. دلوقتي لا يعني عندي تصور ما اعرفش مش حاطه ايدي بالظبط على مين، ولكن طبعا عندي تصور يعني. انا لما سامح عبد العزيز هو قال لي مثلا، سامح قال لي لما طلبني في تتح قالوا له ده اللي هاجرت امريكا. اه فلو يعني بيطفشوها مش آه. بس الحمد لله كان في صديق مشترك قال له لا ده اللي هنا هاجرت فين، استنى اكلمها فكلمني، قلت له لا انا هنا موجوده. فالحمد لله يعني، وعملت الفيلم. ان كان ممكن يبقى ما فيش بينا حد مشترك، وفعلا ما عملش الفيلم مثلا زي حاجات كتير قوي. ما طب هل في تجارب معينه او اعمال معينه راحت منك بسبب حاجه زي كده يعني؟ عرفتي بعدين مثلا العمل؟ اه قعدت مثلا من كام شهر مع مخرج قال لي انا اتفقت على دولي شاهين، وقالوا لي خلاص دولي شاهين جايه، دخلت التصوير لقيت ممثله تانية. انت عرفت العمل ايه؟ لا لا انا نفسي ما اهتمتش اعرف صراحه. معقوله؟ اه لا اعمل ايه، مش فارق لي يعني. أيوة. خلاص ما هو مش راح يبقى مش مكتوب لي بالزبط. يبقى مش مكتوب لي، فمش مهم اعرف مين، ولا سالته مين الممثله اللي جت مكاني حتى. اي دونت كير. تفتكري ده بيحصل بالظبط يعني؟ انا بصي، هو انا مش بحب ابقى مش بحب دور الضحيه، مش حلو. فاهمه؟ هو لو ربنا رايد لي حاجه انا هاخدها غصبا عن كل الدنيا، من بق الاسد ممكن اخدها يعني، انما ربنا مش كاتبها لي فخلاص.